آخر جزء أول من السهرة نبشت نجوى في ذاكرة الجمهور وهزتهم الأغانيها في الثمانينات والتسعينات فغنيت مقاطع من أغانيها على شكل كوكتيل. بالمناسبة نجوى قدمت تحية للمرأة التونسية وقالت بالحرف الواحد يا ويلي والذي تحبينا وإنت لكينا عزيزي لا بالطبل ولا بالكمانجة ولا بالألوان ولا بالرحمة اوعى هذه حتى المرأة التونسية نجوى اللي كانت ديما مأكدة ومتأكدة من دعم الصحفيين لها اختارت تتويجهم على طريقتها وشكرهم على المجهود المبذول من خلال تنظيم مأدوبة عشاء بمرافقة الصحفيين وبعد ما كانت انعقدت ندوة صحفية وكيف ما العادة نجوى جاوبت على كل الأسئلة وعبرت على فرحتها في تونس وحضورها لأول مرة في أجواء رمضانية مع الصحفيين. نجوى كرم كنا سألناها على كيفية استقبالها من لجنة تنظيم مهرجان قرطاج كذلك على خبرية فبركة زواجها من ملحم بركات وباش تزيدوا تعرفوا أكثر أخبار على نجوى كرم ما لا تبعوا التقرير هذا. أنا بالنسبة لي ما رح سايدة مؤتمر بحياتي أول مرة بعمل مؤتمر بوقت إفطار تعرفوا أنا ما بحب الكلمات أنا بقولها من القلب حبيت بصورة استثنائية هيدي السنة إني خد مهرجان قرطاج أنا كل فترة يعني بغيب 3-4 سنوات مشان أحمل معي أغاني جديدة ويكون الجمهور التونسي يشتاق لي أكثر ويكون إلى قيمي نوعا ما ضلتي بتونس لكن السنة يلي خلاني اجي اكتر هو حب الجمهور التونسي والمواطن التونسي للفرح والكيف وللفن رغم كل الظروف اللي بتصير وهذا اللي خلاني انا اجي اكون مصرة على تواجدي بمهرجان قرطاج بهيدي الظروف اللي تقول انه الحياة اللي بيحب الحياة ما حدا بيقدر يحجبها عنه غير رب العالمين
وانا حبيت الحياه اللي انتم بتحبوها لانكم انتم شاعر كله حياه، ما في غير الفن ولا نفكر الا اذا كان الفن هو صوره الشعب، هو صوره الوطن. اذا ما في فن ما في شعب. الفن رساله، واذا كانت بهيك محل وبظروف تاريخيه ما بدها تكون رساله حقيقيه فهو فن مش باقي مش مستمر. ورساله الفنان انه يكون في قضيه ورا فني. فتعلمت اقول غير الحقيقه والناس بحبوني فيها، واللي عنده شيء ضد يجي يقول علني. ما بيصير فنان ينقال له قبل 24 ساعة تعا بكره حط صوتك على غنية، يعني كيف هالديكتاتورية بقى؟ ما بدي اسمع الغنية لشوفها اذا سوري مش منزل اللحن. ممكن ما يعجبنيش ممكن يعجبني. انا بعرف انه سمير سفير ملحن جميل والشاعر نزار فرانسيس شاعر جميل، لكن من حقي انا كفنانة لاني قضيت كل عمري انا اختياراتي اختارها بنفسي، لانه شركة انتاج ولا مدير اعمال ولا صديق ولا صديقة. انا في احساسي بالدق، ولو كان احساسي يخطئ الحمد لله ما حققت الفترة البسيطة من النجاح. بس من حقي انا او من حق الاستاذ سمير سفير انه يحترم شعوري كفنانة ويسمعني اللحن. انا اللي سمعته قبل ب 24 ساعة وكنت في داعي عزاء وكنت فعلا عم حضر لحن مع الاستاذ عاصي الحلاني لأقول للجيش ومع الاستاذ نزار، وقال لي علنا الاستاذ سمير صفير سب يعني شتم بدي بالما معناه انه اقبروا لنزار فرانسيس ولعاصي حلاني اذا لبوكي بهيدي الاغنيه لحتى تجي تغني معنا تنجبري وتغني الاوبرا. انا ما عندي مشكله، لكن انا عم حضر اغنيه للجيش. ما بيصير حضر اغنية للجيش وكون عم خوضها مع قطار. يبدو انه الظروف حالت دون ما اني انا يكون جاهز بين ايدي الكلام واللحن لا بالاغنية اللي عم تتحضر مع الاستاذ عاصي ولا بالاغنية اللي عم يغنوها قطار، لانه الاستاذ سمير كان مستعجل بده يسافر وما عنده غير نهار واحد لانا حط صوتي على اغنية انا مش سامعتها. سؤال نجوى، انت حكيت على مهرجان قرطاج وقلت انه امبارح يعني عشت من احلى الليالي وكل، لكن خلينا نحكيه على نجوى قبل يعني الثوره، انه كانت ديما ضيفه مكرمه ومبجله في مهرجان قرطاج، لكن اليوم سمعنا انه بالنسبه الى خاصه لجنه تنظيم مهرجان قرطاج نجوى جات لكن مرت مرور الكرام، يعني حتى انه لقاها شرفيه متفتحه الجيش في المطار وما كانتش قتلالة، معناتها كيما مستانس بالمستوى اللي نستناوه من نجوى كرم. ما عندكش لوم على التنظيم ولا بيهمني اني فوت على قتال 18 ألف نجمة. انا امبارح بكرطاج اكبر تكريم لي انا وهذا شرف لي. انا بالنهاية رح نام على سرير واحد بيساعني انا 53 كيلو وبيهمني اخذ حمام وبيهمني البس فستاني بيهمني حس بناس ناطريني وانا منهم في لشوفه، والباقي كله مظاهر مش باقي له. انا بستاء للظروف اللا امنيه كيف ما كانت تكون، يعني صار في مشاغبه ببلد معين بستاء، لكن نحن بالشعب العربي مستحق انه نعيش مثل بني ادمين لنفكر ببكره. بدنا ظروف خلينا نعيش نفكر ببكره، يأمنونا اياها وعطونا السلام، ما بدنا شيء ثاني. لانه نكسه سياسيه هي نكسه اقتصاديه، ولما بيلهونا بموضوع الاقتصاد بيلهونا بموضوع الحضاره. بدنا نتحضر، بدنا نطلع، بدنا نتثقف. ما فينا نلقي عن الثقافه، عبينا نتثقف، عبينا نكون حضاريين. ما بدنا نكون مثل ما بيقولوا عنا الشعب الثالث، فشلوا. نحن مش شعب ثالث، نحن اذكياء بس مش عم يخلونا نعرف نتحضر، مش عم نعرفونا تخلونا نعرف نفكر. ما عنا مركز تكنولوجي بكل الشرق الاوسط. كلنا غنينا لسوريا سنة 2000 والتسعينات، غنينا لسوريا. انا ايام الثورة لا في لبنان ولا في اي بلد عربي انا غنيت لحدا، لانه نحن مقسومين اثنين، نظام وشعب. انا مع نظام ينظر الى تطلعات الشعب ومع شعب يريد ان ياخذ حريته. ما فيك تدوري تلفزيون كله اخبار سياسيه، وهذا ما يهدم العالم العربي.
الناس بدها ترفه، نحن كتلة أحاسيس وين المشاعر؟ ما بكفينا هالتكنولوجيا يلي أولادنا وأطفالنا كل نهار نلقى التليفون. طيب أي متى أولادنا بدو يصيروا يعرفوا بالعلاقات الاجتماعية والأقارب والصلة المحبة ما بين الطفل والمقربين منه، طالما هو عم بيحطولنا بدماغ وعم يعملوا غسيل دماغ بالتكنولوجيا، ما إلو جلادة يجي يسلم على قرايبينه لأنه كل نهار قاعد على الآيباد والآيبود وعم يدري شو. ما بكفونا هودي الفن إذا ما بيبقى يعني ما بقى فيه بشرية على الأرض. مرة جديدة تشن الفنانة اللبنانية مي حريري تصريحات جارحة للشمس الأغنية يعني نجوى كرم، وتقول أنه نجوى ما هيش فنانة وأنا هي اللي خليتها تدخل الروتانا. نحن مرابين قبل كل شيء نسمعه معناتها ردك على هالموقف هذايا، وكذلك الفبركة اللي صارت متاع خبر زواجك من ملحم يعني بركات، هل أنه أنت كنت على علم بها في لبنان؟ لا ما معي علم، كان بمزحته بس أبو مجد معروف أنه بيمزح ومزحته لأنه أستاذ كبير مقبولي، بس ما كان عندي خبر لا بهذا المزح. بالنسبة للسؤال الأول بتمنى عليكم أنتم تردوا إن شاء الله. أنا ما بحب انتبه للكاميرا، الكاميرا بتلبكني وبتخليني أخذ بوز، والبوز بيطلعني من عفويتي، ما بحب كون مش عفوية. نجوى ثم سؤالنا عن فكرية تسحب ياسر الشعر وتهوى الشعر وقراءة معناتها المطالعة وحتى كتب الفلسفة، فمش فكرة تراودك أنك تتغنى بقصيد يكون باللغة العربية الفصحى؟ تعرف أول مرة بحياتي غنيت قصيدة فصحى هي بقرطاج سنة 98 اسمها نجمة الصبح. 98 إيه اسمها نجمة الصبح من كلمات الأستاذ طلال حيدر ومن ألحان الأستاذ إلي شوي. أول مرة بحياتي بغني قصيدة فصحى وكانت لقرطاج. هي من كلماتك الخاصة وقعت باقي ما تحبش تتحفظ على اسمها، شنو هي اسمها الأغنية هذي؟ فما أغنية؟ ما زالك قلت لها متحفظة شو عم تسألني شو اسمها؟ ماذا بينا نعرف؟ لا يعني ما هو بهذا الألبوم كمان ما في نوم وشو هالليلة وعيني بعينك كله من كلماتي، بس ما بضيف علي موضوع شعر إذا أنا كتبت، بس بهم تكون الأغنية واصلة بهدية كل محبتي إلا ولكل اللي عم يسمعوني. وقت الانحناء للشعب الصامد الشعب ما نسيت ولا بنسى ولا لما موت رح انسى هالشعب اللي بيعرف يحبه وبيعرف يحبه. والله بيشهد علي الله اني حبيتكم. تقريب مع نص الليل ونص نجوى كرم من صح